وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فاروخي رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان على انطلاق ورشة وطنية حول تقييم وتدعيم إنشاء المجمع التكنولوجي لبناء وصيانة سفن الصيد البحري وصناعة تربية المائيات بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوطيف بوهران، بحضور ممثلين عن عدة وزارات، باحثين صناعيين ومكاتب دراسات في المجال، حيث تم توقيع على اتفاقيتين، الأولى بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة تصليح البواخر، والثانية بين عدد من المؤسسات الوطنية ومعهد البحث لتفعيل مجمع لصناعة تربية المائيات، ما سيسمح بضمان إنتاج معدات وتجهيزات الأقفاص العائمة. التغطية كانت لكريمة سواق. نحن مستعدون في خدمة هذا الوطن في بناء السفن بمختلف أنواعه، ونستطيع بناء السفن حاليا طول السفن نستطيع تجاوزه حتى 25 مترا، وذلك لتدعيم الاقتصاد الوطني الذي كانت يشترى في الخارج بأموال باهظة. عندنا المؤهلات وعندنا الإمكانيات باش نطوروا القطاع هذا الفرع تاع بناء وإصلاح السفن. احنا حاليا اوني اون تران دو برودوير دي نافير، عندنا بون بابورات تاع الصيادين اكسكلوزيفمون با اكسكلوزيفمون بلوز امبورطون سي لي بيشور، مي عندنا ثاني طلبات من كيما عندنا اكطوالمون كونطرا مع سوناتراك اس تي اش بور لا كونستركسيون دو ريموركور اون اسي. لو بروجي هذا يلا بري نيسونس صافي 2 ans في لا ويد مستغانم. اون انستالي 8 كاج تاع ليلفاج دو بواسون دورا دي لودمر، و pour la construction تاع هاد لي كاج كي بغينا نصنعوهم قالوا لنا خاصكم تجيبوا كل شيء من ليترونجي. بصح كي شفنا لي ديزون لي زيليمون تاع هاد لا كاج، شفنا كاين واحد لي تيوب يجيبوا دي تيوب تاع بي او اتش دي تاع الماء، وقلنا علاش خاصنا نمبورتوهم خاطرش كاينين شي وحدين هنايا يصنعوهم. أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميد خلال زيارته لولاية مستغانم على التكوين من أولويات القطاع لتطوير مختلف الخدمات المقدمة للسياح، داعيا جميع الشركاء التقرب لتطوير المستويات. كما أكد الوزير على أن جميع الأبواب مفتوحة أمام جميع المستثمرين لتقديم عروضهم التي سترافقها الدولة، حسب التصريح الذي رصده مراسلنا مخلوف شريف. أولويات القطاع نتاعنا هي التكوين، لأن السياحة بدون تكوين يعني جينا سياحة ناقصة. أنا مرابينا المشترك يجي يلقى يعني الخدمات على أرقى مستوى، لذا يعني كان كاين واحد يحب يدير تكوين، وحنا يعني على كل مستوى كل يعني المراكز التكوين المهني حسب الطلب نفتحوا يعني تكوين، ولكن كاين يعني ناس باين تكون ربما حتى الخواص ما كان حتى يشكون. نفتحوا الابواب كل المستثمرين اللي باغيين يستثمروا في السياحه او الصناعه التقليديه باش نخلقوا ثروه، نخلقوا مناصب شغل جديده لابنائنا وبناتنا، وثانو ربي اعطانا بلد قاره في نفس اليوم عندنا 4 فصول، لكن من ناحية الترويج ما زالنا ناقصين. نعطوا أهمية قصوى للترويج ببعض الأماكن على مستوى الوطن